كان جهاز في نسخته الجديدة. ترأس معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية اجتماع الدورة 28 بعد 100 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية مساء اليوم. معاليه أكد في كلمة الافتتاحية على ثبات موقف دول المجلس وتضامنها اللامحدود أمام التحديات والتهديدات المحيطة بها من أعمال عنف وتطرف وإرهاب أيا كان مصدرها، والعمل على بناء قدراتنا الذاتية لتعزيز سلامة الجبهة الداخلية في إطار استراتيجيتنا الأمنية الدفاعية. كما أشاد معالي وزير الخارجية بما حققته قمة الصخيرة التي عقدت في ديسمبر من العام الماضي برئاسة حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى من إنجازات وتفعيل قرارات المجلس الأعلى وكيفية ترجمتها إلى واقع ملموس من خلال صياغ عملية وإجراءات واقعية لتعزيز أمن واستقرار دولنا والحفاظ على مكتسباتنا الحضارية وتفعيل مسيرتنا المباركة وعزمنا الثابت للمضي قدما بعلاقات الأخوية نحو التكامل والاتحاد المنشود. في هذا الإطار رحب المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في بيانه الذي صدر هذا اليوم بمبادرة جلالة الملك المفدى بإنشاء محكمة حقوق الإنسان العربية وبقرار مجلس الجامعة العربية باختيار مملكة البحرين مقرا دائما للمحكمة، والتي تعتبر خطوة مهمة ورؤية مستقبلية وتعزز مبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. كما جدد إدانته للتفجيرات الإرهابية التي وقعت في مملكة البحرين مؤخرا، حيث أكد المجلس الوزاري على وقوف ومساندة دول المجلس لمملكة البحرين في جميع الإجراءات التي اتخذتها لمكافحة الأعمال الإرهابية تنفيذا لتوصية المجلس الوطني بغرفتيه الشورى والنواب. وتدارس المجلس الوزاري عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله تتعلق بمجالات التعاون المشترك في الشؤون الاقتصادية ونتائج الاجتماعات الوزارية في المجال الاقتصادي. وجدد المجلس الوزاري التأكيد على مواقفه الثابتة في إقامة علاقات التعاون مع جمهورية إيران الإسلامية على أسس ومبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. كما تدارس المجلس الوضع العربي الراهن والأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتطورات النزاع العربي الإسرائيلي والجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية للبدء بالمفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين والأوضاع في الجمهورية اليمنية ونتائج المرحلة الثانية ودعم حوار التوافق الوطني. أصحاب السمو المعالي، أن دول مجلس التعاون التي تؤكد موقفها الثابت بالحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الإقليمية تدين وبشدة الجريمة البشعة التي اقترفها النظام السوري باستخدامه الأسلحة الكيميائية المحرمة دوليا، التي ترتب عليها قتل مئات من المدنيين الأبرياء من الشعب السوري الشقيق، مما يضع العالم بأسره أمام تحدي كبير يستلزم قيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ممثلا بمجلس الأمن للاضطلاع بمسؤولياتهم وفقا لميثاق المنظمة وقواعد القانون الدولي لاتخاذ الإجراءات الرادعة واللازمة ضد مرتكبي هذه الجريمة التي يتحمل مسؤوليتها النظام السوري، ووضع حد للانتهاكات وجرائم الإبادة التي يقوم بها منذ أكثر من عامين. هذا وتطرق معالي وزير الخارجية في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الدورة 28 بعد 100 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، تطرق إلى تطورات الأزمة السورية والأحداث والمجازر المأساوية التي يتعرض لها الشعب السوري باستخدام الأسلحة الكيماوية والحالة الإنسانية والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان. وأشار معاليه إلى سبل دعم وإيصال المساعدات الإنسانية للشعب السوري الشقيق. هذا الاجتماع يأتي كما ترون في ظروف مهمة تحيط فينا، هناك ظروف تتعلق بالوضع في الشقيقة سوريا، هناك ظروف تتعلق بجمهورية مصر العربية الشقيقة، هناك وضع يتعلق بمكافحة الإرهاب في المنطقة، هناك العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، هناك الوضع في اليمن الشقيق. وقدم لنا معالي الأخ الأمين العام تقرير في هذا الشأن. هناك مواضيع كثيرة تباحثنا فيها، وصلنا فيها إلى رؤى مشتركة، واتفقنا على مواقف موحدة حقيقة، ونتطلع إلى الذهاب إلى المجتمع الدولي في اجتماعات القادمة ونحن واثقون بأن موقفنا واحد
ويتكلم بلغة واحدة وليس حسب ما نسمع من هنا أو هناك. فأكدنا على الأمور كثيرة، أكدنا على موقف دول مجلس التعاون الثابت الذي لم يتغير فيما يتعلق بالوضع في شقيقة سوريا.